مساء الخير على كل مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان. الحقيقة تعرضت مدينة طوخ وتحديدا قرية سنيرة التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية إلى حادث مأساوي صباح اليوم نتج عنه وفاة سائق وإصابة 7 تلاميذ كانوا في طريقهم إلى مدارسهم. الحقيقة اليوم شهد طريق سنيرة التابع لمركز طوخ محافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة ميكروباص برشاح سنهرة نتج عنه وفاة سائق السيارة وإصابة 7 طلاب آخرين كانوا في طريقهم إلى مدارسهم صباح اليوم. هي تم نقل المتوفي إلى مستشفى قها المركزي وكذلك المصابين الأطفال المصابين وهم بينهم حالتين خطيرتين حصل لهم نزيف والباقي الحمد لله موجود تحت الملاحظة وتم تقديم الرعاية الطبية له. الحقيقة هذه الواقعة تلقت بها مديرية أمن القليوبية بلاغا صباح اليوم من مأمور مركز شرطة طوخ أكدت أن في سيارة ميكروباص رقم 4289 قاف ميم سين قيادة السائق هاني محمد عمر 44 سنة انقلبت في رشاح سنهرة نتيجة اختلال عجلة القيادة في يده في يد السائق وانحرف إلى جانب الرشاح وسقط في الرشاح. هي أسرع الأهالي إلى إنقاذ الأطفال اللي كانوا متواجدين في الحادثة وهم 7 طلاب واستخرجوهم وانتقل ونش من مركز شرطة طوخ وقام باستخراج السيارة ووضعها على جانب الطريق. هي تم نقل المصابين والمتوفي الحقيقة وهم بينقلوا كان السواق توفى تم نقل السواق والمصابين عن طريق إسعاف إلى مستشفى طوخ المركزي وتبين وفاة السائق هاني محمد عمر 44 سنة. هي الأطفال أيضا المصابين يعني حالتهم يعني شبه مستقرة باستثناء حالتين حدث لهم نزيف داخلي وهم الآن في العناية المركزة يتلقون العلاج. الطلاب المصابين هم خالد محمد فتح طه 8 سنوات ومكة محمد فراج 5 سنوات وحمدي محمد طه 10 سنوات ويارا محمد فراج إبراهيم 13 سنة ومحمد وليد محمد سنوسي 7 سنوات وشقيقه رنا وليد محمد سنوسي 13 سنة. هي تم تقديم الرعاية الطبية لهم داخل مستشفى قها وتم تحرير محضر بالواقعة واخترت النيابة التي كلفت إدارة العامة لمرور القليوبية بندب مهندس فني لإعداد تقرير مفصل عن الحادث وظروفه وملابساته وفحص تراخيص السيارة وأرقام الشاسيه والمطور وكذلك أيضا نقل تشريح جثة المجني المصاب السائق لبيان سبب الوفاة. انتقل إلى الحادث مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى وبرفقة سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفى ومن الآن يتلقون العناية الطبية وحالتهم مستقرة باستثناء حالتين داخل العناية المركزة أصيبوا بنزيف داخلي من الأطفال. مشاهدينا مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان تعرضت مدينة طوخ وخصوصا قرية سنهرة عزبة السيد عمارة لانقلاب سيارة صباح اليوم كانت في طريقها إلى توصيل الأطفال لمدارسهم نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق وهو الأمر الذي يعني أدى به إلى الانحراف وإلى جانب الرشاح رشاح القرية وسقوطه داخل الرشاح. هي أسرع الأهالي في انتشال الطلاب واستخراج التلاميذ يعني واستخراج سائق السيارة
ولكن يعني توفى السائق وقامت الإسعاف بنقله إلى مستشفى طوخ المركزي. السيارة الميكروباص تحمل رقم 4289 قاف ميم سين، قيادة السائق محمد هاني محمد عمر 44 سنة. تبين من المعاينة أن السائق أثناء سيره بالسيارة اختلت عجلة القيادة في يده فانحرف يسارا ووقع سقط في مصرف القرية ونتج عنه وفاته وإصابة 7 أطفال آخرين. انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الوقعة وتم مناظرة المكان وتفريغ الكاميرات المحيطة به وسؤال شهود العيان الذين شاهدوا الوقعة وسؤال أيضا يعني أولياء أمور الطلاب الذين كانوا في الوقعة والذين أكدوا أنهم كانوا في طريقهم إلى مدارسهم في صباح اليوم. هي أيضا النيابة العامة كلفت الإدارة العامة لمرور الأليوبية بانتداب مهندس فني لفحص الحادث وإعداد تقرير مفصل عنه وكذلك فحص أيضا سيارة مرتكبة الحادث وفحص رخص التيسير والقيادة للسائق ورفع أرقام الشاسيه والموتور. مشاهدينا مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان، تلقت اليوم الأجهزة الأمنية بالأليوبية بلاغا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ويؤكد من انقلاب سيارة ميكروباص داخل رشاح قرية سنهيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة الأليوبية عزبة السيد عمارة بالرشاح نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق. هي انتقلت قوات الأمن إلى المكان وبرفقة الإسعاف وتم نقل المصابين والمتوفي سائق السيارة إلى مستشفى أها المركزي وتقديم الرعاية الصحية لهم. والحقيقة يعني الحمد لله ما فيش إلا طفلين حالتهم خطيرة ويعني نتيجة جراء نزيف داخلي لهم، هم الآن في العناية المركزة يتلقون العلاج بينما باقي الأطفال موجودين برضو أيضا داخل المستشفى تحت الملاحظة. تم تحرير محضر بالوقعة واختار النيابة العامة التي يعني كلفت الإدارة العامة لمرور الأليوبية بندب مهندس فني لإعداد تقرير مفصل عن الوقعة وطلبت أيضا من المباحث إعداد تحريات عن الموضوع عن شأن الوقعة وظروفها وملابساتها. فيما أيضا كلفت النيابة العامة تشريح جثة السائق لبيان أسباب الوفاة وهل كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه. مشاهدينا مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان، ألقى سائق مصرعه اليوم وأصيب 7 طلاب آخرين في حادث سقوط سيارة ركاب في رشاح على طريق قرية سنهيرة عزبة السيد عمارة التابع لمركز طوخ. انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة في يد السائق وانحرفت إلى جانب الرشاح وسقطت فيه وأسرع الأهالي بانتشال التلاميذ الذين كانوا متواجدين داخل السيارة وكذلك السائق. والحمد لله يعني تبين أصابة الطلاب لا توجد أي حالات وفاة بينهم باستثناء حالتين يعني داخل العناية المركزة نتيجة جراء نزيف داخلي. تبين أن السيارة ميكروباص تحمل رقم 4289 قاف ميم سين، قيادة السائق هاني محمد عمر 44 سنة. وتبين أن الطلاب هم خالد محمد فتحي طه 8 سنوات ومكة محمد فراج 5 سنوات وحمدي محمد طه 10 سنوات
ويارا محمد فراج ابراهيم 13 سنة، ومحمد وليد محمد سنوسي 7 سنوات، وشقيقته رنا وليد محمد سنوسي 13 سنة. تبين انهم كانوا في طريقهم لمدارسهم اليوم الصبح برفقة السائق الذي اختلت عجلة القيادة في يدي وانحرف بهم وسقط في رشاح قرية سنيرة التابعة لمركز توق بمحافظة القليوبية. الحقيقة تم تحرير محضر بالواقعة واختار النيابة، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الواقعة وسؤال شهود العيان وتفريغ الكاميرات المحيطة به، وأمرت النيابة بنقل جثة السائق إلى مشرعة مستشفى بنها العام لتشريحها وفقا لقرار النيابة، وكذلك ندب مهندس فني من الإدارة العامة لمرور القليوبية لإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها، وأيضا فحص تراخيص السيارة وفحص رخص القيادة والتيسير ورفع أرقام الشاسيه والمطور. فيما كلفت النيابة أيضا مباحث مركز توخ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها وملابساتها. الأولاد الحمد لله مستقرين داخل مستشفى توخ المركزي يتلقون العلاج، باستثناء حالتين هم حالتهم خطيرة ويرقدون في العناية المركزة لتلقي العلاج. شكرا لمشاهدينا مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان. الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم تلقت اختارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة توخ، يؤكد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل رشاح سنيرة عزبة السيد عمارة التابع لمركز توخ. انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أنه سير السيارة اختلت عجلة القيادة في يد السائق وانحرفت به إلى جانب الرشاح وسقطت فيه، وأسرع الأهالي بانتشال كل من كان في السيارة. تبين إصابة 7 أطفال كانوا في طريقهم للمدرسة، وتبين وفاة السائق. هي تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قها المركزي، ومن الآن يتلقون العلاج، فيما أمرت النيابة بتشريح جثة السائق لمعرفة سبب الوفاة وهل كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه. شكرا لمشاهدينا مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان.